في إحدى الغابات كان يعيش أحد الأرانب. كان كل ما يفعله طوال الوقت هو القفز عالياً والإعجاب بذاته. كان دائماً ما يحب الكلام عن سرعته التي تفوق كل الحيوانات الأخرى. أنا أسرع حيوان في الغابة، هل يريد أحدكم أن يسابقني؟ كان بالطبع يعدو سريعاً باستخدام قدميه هائلتي الحجم. كانت الحيوانات الأخرى تكره طريقة استعراضه، ومع ذلك لم يفز أحدهم أبداً بأي سباق. مرحى، لقد فزت مجدداً، لماذا؟ لأنني سريع. في كل مكان يذهب إليه كان الأرنب يقول: أنا سريع جداً ولا يستطيع أحد أن يسبقني. وقد بدأت كلماته تزعج جميع الحيوانات الأخرى بالغابة. حسناً، قد يكون هو الأسرع، ولكن قوله واستعراضه الدائم بذلك ليس لطيفاً على الإطلاق. يجب على أحد ما أن يلقنه درساً حتى يتعقل. كان كل ما قيل بين الحيوانات في الغابة قد وصل بشكل ما للسلحفاة. كانت السلحفاة تمشي ببطء شديد، كانت تستغرق يوماً لقطع المسافة التي يستطيع الأرنب قطعها في دقيقة واحدة فقط. كانت السلحفاة تتمنى مقابلة الأرنب. في أحد تلك الأيام ذهبت إلى الحيوانات الأخرى وقالت لهم أنها تريد سباق الأرنب. هل تريد أن تسابقه؟ حتى أسرع الحيوانات لم تستطع الفوز بأي سباق ضده، كيف ستتمكن من ذلك؟ اترك هذا الجزء لي. ذهبت السلحفاة إلى الأرنب. يوم لطيف أيها الأرنب، لقد كنت أبحث عنك. تساءل الأرنب بفضول: ولماذا يا ترى قد تبحث عني؟ لقد سمعت أنك أسرع حيوان في الغابة. حسناً، في الحقيقة هذا ما تظنه، ولكن لكي أتأكد أريد أن أقيم ضدك سباقاً لنرى من منا الأسرع. بمجرد أن انتهت السلحفاة مما تقول بدأ الأرنب يضحك بشدة حتى أن كل الحيوانات الأخرى في الغابة كانت تسمعه. أنت ضدي سباق؟ هل تمازحني؟ إنه من المستحيل أن تسبقني، فبينما أنت تخطو خطوة واحدة سأكون أنا قد أنهيت السباق. حسنا، إذا لم نتسابق لن نعرف، صحيح؟ حسنا، استعد إذن، غدا صباحا سنقيم سباقنا. بينما كانت السلحفاة تبتعد استمر الأرنب في الضحك. في الصباح التالي وصلت الحيوانات إلى حلبة السباق، ولاحظ الجميع أن السلحفاة تنتظر على خط البداية جاهزة للانطلاق. واثقة من نفسها كانت السلحفاة تبتسم: أرجوك أخبرني كيف ستتمكن من هزيمة الأرنب. إذا كان حقا معجبا بنفسه ومتفاخرا كما تصفونه، فلن يكون ذلك السباق صعباً على الإطلاق. بعد وهلة وصل الأرنب متفاخراً بنفسه إلى حلبة السباق وهو يحمل جزرة. دعنا ننتهي من هذا الأمر، فأنا لم أتناول إفطاري بعد. بعد انتهاء الترتيبات الأخيرة وصل إلى نقطة الانطلاق. أول من يصل إلى الخط الأحمر في نهاية الغابة يكون هو الفائز. مع إشارة حيوان الخلد انطلق السباق، وكسهم مارق انطلق الأرنب سريعا. على النقيض بدأت السلحفاة تمشي ببطء. واو، لم يكن الأرنب في مجال البصر. اعتقدت الحيوانات التي تشاهد السباق أن السلحفاة ستخسر لا محالة. وبعد فترة من الركض توقف الأرنب ونظر خلفه، فلم يرى شيئاً. مما أرى أظن أن السلحفاة ستنهي السباق بحلول الليل، لذا من الأفضل أن أجلس لألتهم جزرتي. انتهى الأرنب من أكل جزرته ونظر إلى الطريق، ومن بعيد رأى السلحفاة قادمة. بابتسامة عريضة نهض واستكمل الركض. كان الأرنب على وشك الوصول لنقطة النهاية.
أنا أشعر بالنعاس إذا تناولت إفطاري، سوف أجلس تحت تلك الشجرة وأخذ قيلولة. مع ثقته الشديدة أنه سوف يفوز بالسباق، اتجه الأرنب للنوم. على الجانب الآخر استمرت السلحفاة بالمشي ببطء شديد ولكن بثقة أشد. في النهاية وصلت السلحفاة إلى جوار الأرنب ورأت أن الأرنب يغط في نوم عميق. بدون توقف أكملت طريقها. بعد وهلة استيقظ الأرنب. عندما نظر حوله ولم يجد السلحفاة، أنا لا أرى السلحفاة بأي مكان، ربما لا يريد التسابق حاليا. يجب أن أنهي السباق الآن. بينما كان الأرنب يشق طريقه ببطء نحو نقطة النهاية، ما كان يراه هو السلحفاة وقد تخطته. في الحقيقة كانت قد أوشكت على إنهاء السباق. بكل ما تبقى لديه من طاقة حاول الأرنب تخطي السلحفاة، ولكن السلحفاة كانت قد أنهت السباق بالفعل. بعض الحيوانات التي كانت تنتظر على خط النهاية كانت في غاية السعادة. كانت كل الحيوانات يقذفون بالسلحفاة في الهواء إلى أعلى بحماس شديد، بينما وقف الأرنب في الركن بحزن شديد. ذهبت السلحفاة الفائزة بالسباق نحو الأرنب. أيها الأرنب، إن الأهم في الحياة هو أن تكون ثابتا في كل ما تفعله. أن تتفاخر بحماقة وتحب نفسك فذلك ضعف. لقد هزمتك ليس لأني أسرع منك، ولكن لأني أكثر حكمة، ولأني فعلت ما فعلته بجد. أنت محق، من الآن فصاعدا سوف أتوقف عن التفاخر بأنني الأسرع بين الجميع. يجب أن أعود الآن، فما زال لدي رحلة طويلة نحو المنزل. ابتسمت السلحفاة وذهبت في طريقها. وتعلم الأرنب درسا جيدا واستوعب خطأه. منذ ذلك اليوم توقف تماما عن التفاخر والكلام عن نفسه. توقف أيضا عن ممارسة السباقات.